السلام عليكم الاخ الكريم، اعطيناش كلمه بخصوص هذه الوقفه الاحتجاجيه. هذه الوقفه هذه كما قلت الاخوان الوقفه دايرينها الناس ديال الحي ديالنا اللي تسناو كبرنا معاهم حيت الترويه بس كنا فيها ما كامله شعب، هما اللي دايرينها كيطالبوا بالدفاع ديالهم انهم ما تقبلوش هذا الشيء اللي طاري لنا، ما تقبلوش الناس ديالنا حيت هما ما عارفين ما كاينوش علينا. شكرا. كما قلت قالت البنت ديالي وهو هاد الناس جيران ديالنا، يعني جيران ديال الحي كاملين جاو باش ينصفوا هاد العائله، انه كيعرفوا سهام وكيعرفوا رشيد وكيعرفوا يوسف كيفاش هما دايرين، يعني عائله جاو اليوم باش يندوا ويرفعوا الشعار بانهم راه مظلومين ما تقبلوش هاد الشيء اللي سمعوا عليهم. وكنشكرهم جزيل الشكر على هاد، رغم المطار ما حبسهمش، جاو الاخوان ديال التصوير اللي نتوما كتشوفوا اللي كتصوروا فينا والاخوان الاخرين، يعني كنشكرهم جزيل الشكر للجميع والمغاربه جميعا وشكرا.